السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملوا البارتي ديال الكور ديال انتيغرال جينيراسيون. سي تري بيان. الوغ الحصة الفايتة درنا الحالة الأولى وهي فاش كيكون لي بون ماشي لانفيني سي سامبلومون. صافي. الحالة الثانية وهي فاش كيكون عندنا اف دو اكس دالة اللي بغينا نكاملوها نديرو لها الانتيغرال كتكون غير معرفة نون ديفيني اون واحد لو بوان في ذاك المجال. يقدر تكون هذا لو بوان هذا في طرف المجال يعني ا ولا بي, ولا تقدر تكون ما بين ا و بي. سي بيان يعني انه اون جينيرال انها كاين واحد لو بوان ما كتنتميش ولا دو بوان اكسيتيرا. صافي. الوغ كيفاش غنتعاملوا مع هاد لو كا هادو كاملين؟ الشيء اللي غادي نشوفوا في هاد الكور. سي بيان. سوا نشوفوا الحاله الاولى, سوا اف كتنتمي لهذا المجال هذا ا بي, بي داخل في المجال ا ما داخلش في المجال. كونتيني يعني كونتيني من ا ل بي حيث الا ا هنايا اف نو ديفيني او ا, يعني ان ا نو با كونتيني فاش اف نو با كونتيني في البوان ا. سي تري بيان. لوكال الاولى حيت كتكون عندنا نو با كونتيني في البوان ا يعني في التحت, ا هي اللي كتكون في التحت. بيان. اشنو كنديرو؟ كنديرو ليميت حيث نضع سي ولا تي ولا اي حاجه بغيت توضع سي كتمشي ل A بلوس, اقل ثم انها A بلوس حيت كتكون في التحت. A بلوس حيت كتكون الفوق هو اللي نو با ديفيني يعني ماشي كونتيني, كنديرو موان. صافي. المهم كنحسبوا لها ليميت سي كتمشي للبلوس وكنعوضوا اكسيتيرا كما درنا في الحصه الفايته. لا ميم شوز الا كان عندنا بي هي اللي غير معرفه كنديروا نفس لا ميثود, غير ان ديما الفوق كيكون بالموان. سي تري بيان. دابا نشوفوا الحاله الا كانت عندنا واحد العنصر محصور ما بين ا و بي يعني وسط ا و بي. الوغ اف نو ديفيني اون سي يعني ان اف نو با كونتيني في البوان سي, وهاد السي هادي ضمن هاد المجال يعني ضمن هاد المجال من ا بي مفتوح يعني ماشي ا وماشي بي بيناتهم. اي اف كونتيني سي بيان, اف كونتيني في هاد المجال نورمالمون من ا حتى السي ولكن ما كونتينيش في السي, ومن السي حتى البي ولكن ما كونتينيش في السي. سي تري بيان. كي كنديرو كندخلو السي هنايا وكتولي هادي بحال هاد ليكزومبل الجوج, وهادي كتولي بحال ليكزومبل الاول. كنحسبو لا ليميت, كنحسبو هادي لا ليميت في البلوس وهادي كنحسبو لها في الموا. سي سامبل صافي. هادي هي لا ميثود ديالنا. الو قلنا ان هادي كنحسبوها في هاد الاولى كتولي بحال هاد ليكزومبل هذا, عفوا كتولي بحال هاد ليكزومبل يعني ما عرفاش في ا يعني كنديروها بلوس, وهادي كتكون بحال هاد ليكزومبل هادي ما عرفاش في بي وكنديروها كتمشي للموا. الوغ دابا نتطرقوا لبعض لي زيكزومبل اللي هادي ابليكي لنا هادشي. كما قلت لكم ان الانتيغرال جينيراسيون شي حاجه سهله بزاف, هو غير تطبيق بعض الخصائص صافي سي سامبلومون. اما اللي مهم هو انتيغرال سامبل تكون ضبطو ضبط جميع لي ميثود اللي قلنا. سمي نشوف واحد الاكزومبل اللي هادي نطبقوه على هاد الجوج. كيفاش يعني ناخدو نحاولوا ناخدو واحد لانتيغرال حيت لا فونكسيون اف دو اكس ما معرفاش لا في ا لا في بي بجوج في خطره. دونك باش نطبقوا عليهم هاد جوج خصائص. شوف معايا غنعطي واحد الاكزومبل بحال قلتي واحد موان زان ديال دي دو اكس لانتيغرال نتاع واحد ناقص اكس. دابا اكس او كاري باش سيبي. الا لاحظنا هنايا الا عوضنا هنا بواحد واحد او كاري تعطينا واحد واحد ناقص واحد صفر واحد على صفر نو با ديفيني. صافي. موان زان الا عوضنا هنا تولي واحد واحد ناقص واحد هي نو با ديفيني يعني ما ديفينيش في موان زان و ا. دونك غادي نديرو دابا نحاولو اننا ندخلو واحد العنصر اخر ما بين ناقص واحد و واحد. نقولو حنايا سي اكزومبل سي يعني غادي نديرو هكا نديرو ندخلو سي ندخلو سي ناقص واحد دي دو اكس عامل على لوغا سين ديال واحد ناقص اكس او كاري, لان هادي شتا في واحد ليكزام. صافي. دونك نفس لا ميثود سي سامبلومون, هي شي حاجة اخرى بلوس ان دي دو اكس على لوغا سين ديال واحد ناقص اكس او كاري. سي بيان. هادي هي المرحلة الأولى فرقناهم. سي بيان. إلا لاحظتي هادي الوغ هاد اف دو اكس ديفيني في سي ولكن ماشي ديفيني فاش في موان زان, ماشي ديفيني نو با كونتيني في موان زان يعني درت بحال
الاولى سي تري بيان. يعني هذه اشنو هتساوي لنا الا جينا لهذه؟ هتساوي لنا ليميت نضعو السي نضعو التي اللي بغينا حنا نضعو السي بحال هكا. السي كتمشي لا بلس، ا بلس وهي ناقص واحد بلس لانتيغرال ديال سي ديال هنا كاينه السي دونك نحطو التي لان عندنا اصلا السي هنايا صافي نحطو التي دونك كتكون سي ماشي حتى التي ديال دي دو اكس على الواسين ديال واحد ناقص اكس او كاري سي تري بيان. كتساوي لنا اون ديريكتومون كتساوي لنا لا ليميت ديال تي كيمشي لموانز بلوس. الوغ شكون هي الداله الاصليه ديال هذا؟ ديال واحد يلا حطي هنا غاسين واحد ناقص اكس او كاري. فاش كيفكركم في ارك سينوس؟ يعني الداله الاصليه هذه ديال ارك سينوس دونك خاص تكون حافظها هذه سينوس اكس صافي. الو الداله الاصليه ديال ارك سينوس عندك ارك سينوس ارك طونجونت اكس تيغا هادو خاص تكون ضابطهم ارك سينيس. الو هادو راه درناهم في الديبار دونك كيتحفظوا سي بيان. الوغ لي بورن عندنا هما سي و تي سي بيان. شنو كتساوي لنا؟ نعوضو دونك كتولي لا ليميت ديال ارك سينوس اكس غادي نعوضو في الاول بالسي ياك بلس موان عفوا موان ارك سينوس تي حيث ان تي كتمشي لاش ناقص واحد بلس سي بيان. الوغ شو معايا ارك سينوس واحد شحال كتساوي لنا؟ ارك سينوس واحد هنايا باش نعوضو بناقص واحد عفوا ناقص واحد هي ناقص واحد ارك سينوس ناقص واحد ارك سينوس ناقص واحد كتساوي لنا ارك سينوس ناقص واحد الى عوضنا هنايا درنا بالليميت تولي ناقص واحد ارك سينوس ناقص واحد كتساوي ناقص بي على دو يعني الناقص مع الناقص تعطينا زائد دونك هنايا كتساوي لنا كتساوي ارك سينوس سي ناقص مع ناقص يعني ناقص ناقص بي على دو باش يكون داكشي مضبوط. الوغ نشوفو بالنسبة للحالة الثانية ما نساوهاش هي هادي دونك بالنسبة للحالة الثانية نشدو لا ميم شوز لا ليميت نقولو تي كيمشي لاش لواحد موان واحد موان لان ما عرفهاش الفوق ديال اش ديال لانتيغرال ديال تي سي تي دو اكس على لوغاسين ديال واحد ناقص اكس او كاري شحال كتساوي لنا ليميت ديال تي كيمشي لنا لاش لواحد موان سي بيان. لا ميم شوز نفس الداله ارك سينوس اكس ارك سينوس اكس محصوره ما بين تي و سي سي بيان. شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ليميت حيث تي كيمشي لواحد موان نعوضو ارك سينوس تي ناقص ارك سينوس ناقص ارك سينوس سي سي تري بيان. الوغ اشنو غنشدو؟ دونك غنحسبو الليميت هنايا دونك حيت غنحسبو الليميت دونك تي غتمشي ناقص واحد هاهي ناقص واحد ناقص واحد لا زائد واحد زائد واحد لان تي كتمشي زائد واحد هنا كتمشي لواحد موان يعني سينوس ارك سينوس واحد ناقص ارك سينوس سي. هذه هي الحاله الثانيه وهذه هي الحاله الاولى صافي هي هذه راه حسبناها. دونك هنايا ارك سينوس واحد شحال هي ارك سينوس واحد؟ هي بي على دو كتساوي بي على دو ارك سينوس واحد هي بي على دو. دابا نحاولوا اننا حسبنا الانتيغرال الاول الانتيغرال الجاي باش نجمعهم باش يعطينا الانتيغرال فينال اللي عندنا سي تري بيان. الوغ الانتيغرال الاول شنو عطانا؟ عطانا ارك ارك سينوس سي ناقص ناقص مع الناقص يولي زائد بي سور دو زائد الانتيغرال الجوج عطانا بي سور دو. الانتيغرال الجوج هو هذا الانتيغرال الاول هو هذا ناقص ارك سينوس سي دونك هادي تمشي مع هادي بي على دو زائد بي على دو يعني بي سي بيان. دونك الانتيغرال ديالنا كيساوي لنا بي سي تري بيان. دونك مالو كونفيرج لانه
عدد ماشي لانفيني، ما عطاناش شي حاجه انفيني ولا باش نقولوا انه ديفيرج. سي تري بيان. الوغ شفنا الحاله الاولى والحاله الثانيه في هذا ليكزومبل، غادي نشوفوا الحاله الثالثه. تبعوا معايا، تصور دابا البروف دونك نقولوا انكم ما قريتوش الانتيغرال جينيرال، هادشي نتايا غادي يعطيك بحال هاد ليكزومبل هذا، كتبوه يعطيك بحال هاد ليكزومبل هذا، جوج صفر ديال دي دو اكس على اكس ناقص واحد او كاري. الو اول حاجه كنلاحظوا انها هاد الفونكسيون هادي نو با ديفيني فاش كون بوان ان واحد، ياك واحد ناقص واحد صفر، دونك ما ديفينيش في واحد، واحد جايه بين هاد الانتيغرال هذا، دونك حنا غادي نطبقوا الخاصيه الثالثه. دونك حتى وكان ما كنتي عارف اش شنو كنتي غادير، غادي يبان لك انتيغرال ساهل في ليكزام طاق. دونك لاحظ معايا، غادي يبان لك بحال الانتيغرال سامبل ساهل، لان لي بون باين اداه تقول الانتيغرال سامبل شي سامبلومون هذا شنو كيساوي لنا، كيساوي لنا البريميتيف ديال ناقص واحد على اكس ناقص واحد جوج صفر، هيك عرفتو البريميتيف ديال شي سامبلومون الداله هادي، الاشياخ ديالها الفوق اس ار، عندنا او او اكس بريم على او اكس اس ار صافي. اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا الناقص او كتساوي لنا الناقص واحد على حساب، على حساب اشنو عندنا هنايا. المهم هو انها كتساوي لنا او ناقص ار زائد واحد على ناقص ار زائد واحد، دونك تطبق هاد لاغولاسيون تخرج لك هنا سي تخي بيان صافي. معليش، المهم هو انه الانتيغرال ديال هاد البريميتيف ديالو كيساوي هذا، دونك انا نجيو نعوضوها، نعوضوها بجوج، دونك غادي دير ناقص واحد، جوج ناقص واحد يعني واحد، ناقص تعوض بصفر ناقص صفر هي تعطينا ناقص، ناقص مع الناقص يعني الزائد، مع الناقص يعني واحد يعني زائد، دونك كتعطينا ناقص واحد ناقص واحد هي ناقص جوج. انتيغرال ساهل صافي، عطاتنا ناقص جوج خارج نتا من ليكزام فرح. لا هادي غلطة، كتابة خاطئة، لأن عندنا واحد نو با ديفيني. كيفاش نتعاملو معاها ونشوف واش تعطينا نفس النتيجة ولا لا إلا خدمنا لا غولاسيون ديالنا. قلنا إلا كانت عندنا نو با ديفيني يعني بحال قلتي جوج صفر دي دو إكس على اكس ناقص واحد او كاري، اشنو كنديرو؟ كندخلو واحد العنصر، شكون هو سي؟ شكون هو هاد السي؟ هذا هو اللي نو با ديفيني، هو واحد واحد صفر دي دو اكس على اكس ناقص واحد او كاري زائد واحد جوج دي دو اكس على اكس ناقص واحد او كاري. الو دابا كيما كتلاحظ انها هادي 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 نو با ديفيني في ان، دونك رجعت بحال ليكزومبل الجوج، وهادي نو با ديفيني في واحد لتحت يعني رجعت بحال ليكزومبل الاول. دونك اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ليميت اون ديريكتومون ديال نقولو تي تي ولا سي اللي بغيتو، تي كتمشي لنا لواحد، الا كانت الفوق اش كنا كنقولو؟ الا كانت الفوق كنديروها موان صافي بالنسبه لهاد ليكزومبل الاول. دونك اون ديريكتومون الداله الاصليه ديال هذا هو واحد على اكس ناقص واحد او كاري سي بيان. لي بورن شكون هما؟ هما تي، عوضنا هذا بالتي وهذا صفر، زائد ليميت ديال تي كيمشي لاش، نشوفو لوكا اخرى، لوكا اخرى لتحت يعني ان موان صافي. دونك ديال اش ديال الداله الاصليه ديال واحد ناقص واحد على اكس ناقص واحد الكل او كاري، لي بورن هما جوج و تي سي بيان. دونك شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ليميت نتاع تي كيمشي لنا لواحد موان، دونك نعوضو بالتي تعطينا ناقص واحد على تي ناقص واحد لكل او كاري سي تخي بيان، ناقص مع الناقص يعني زائد واحد على، دونك نعوضو بصفر، صفر يعني ناقص واحد، ناقص واحد او كاري، هنا ما كاينش او كاري لان الداله الاصليه صافي. دونك هنا صفر يعني ناقص، دونك كتولي لنا ناقص واحد، شي كامل ناقص واحد. دونك نمشيو ليميت جوج عاوتاني نعوضو بجوج، جوج ناقص واحد يعني واحد، واحد على يعني ناقص واحد، دونك كتعطينا ناقص واحد. دونك هنايا هنايا عاوتاني نعوضو بالتي كتعطينا ناقص ناقص، ونعوضو بالتي ناقص واحد على تي ناقص واحد
ناقص مع الناقص يعني زائد. سابع الوغ هنا ماشي او كاري، اوكي هنا الليميت، دونك الليميت ديال هذا ماشي، دونك راه الليميت ديال هذا زائد الليميت ديال هذا ماشي، دونك الليميت ليميت ليميت فاش وصلنا، وصلنا هنايا دونك الليميت ليميت ديال، بغيت نوريكم واحد لوكا فاش كيوقعوا الناس خطأ، دونك كتبوها مزيان. هذه هي ديال الاولى، هذه الجوجه نكتبوها هنايا باش تفهموا. الليميت نتاع تي كيمشي لواحد، شحال قلنا واحد بلس سي بيان ديال الواحد هنايا، دونك عوضنا في الاول بجوج يعني ناقص واحد زائد واحد، صافي ليميت ديال هذا والليميت ديال هذا ايغال. دونك كملوا ليكزيرسيس ديالنا الكور ديالنا. الوغ هنايا شنو عندنا، نعوضو نعوضو تي باش بواحد، سامبلومون ليميت بسيطه بزاف، غتعوضها بواحد، واحد ناقص واحد صفر، واحد على صفر اشنو صفر، راه عندنا واحد موان يعني صفر موان، يعني واحد على صفر موان كتساوي موان لانفيني، شي سامبلومون صافي. ولكن هاد موان لانفيني هادي فاش مضروبه، مضروبه في موان يعني موان لانفيني في موان يعني تعطيك بلوس لانفيني، بلوس لانفيني ناقص واحد يعني لا كل شيء يعطيك بلوس لانفيني، لان بلوس لانفيني ناقص واحد بلوس لانفيني زائد. نشوفو الليميت الاخرى، غنعوضو تي باش بواحد، واحد ناقص واحد، واحد ناقص واحد صفر، واحد على صفر صفر اش صفر بلوس، واحد على صفر بلوس كتساوي بلوس لانفيني. علاش بلوس؟ لانه واحد واحد بلوس ماشي واحد بلوس، بلوس لانفيني ناقص واحد بلوس لانفيني، بلوس لانفيني زائد بلوس لانفيني كتساوي لنا بلوس لانفيني. إذا لاحظنا أن هنايا عطانا ديفيرج، وهنايا في التمرين الأول عطانا كونفيرج، كونفيرج فالمثال الأول قلنا هاد المثال راه خطأ، لأن عندنا أن غير معرفة يعني ما خاصناش نديرو لانتيغرال سامبل، خاصنا نديرو انتيغرال جينيراليزي سي بيان. ألوغ هادي هي الحالة الأولى اللي قلتلكم. الحالة الثانية هي إيه هنايا، هذا راه ليميت بوحده وهادي ليميت بوحده، كاين اختلاف، الاختلاف الاول وهو هادي راه واحد موان وهادي واحد بلس صافي، هذا هو الاختلاف الاول. الاختلاف الثاني هنا نقدر انا نحط تي، نحط هنا تي ونحط هنا سي، ولا نحط دي ولا نحط كا، نقدر نخالفهم صافي، لان هادي ليميت بوحده وهادي ليميت بوحده. فاش اش من غلط كيوقعوا فيه الطلبه، دونك هو كيكتب بحال هاد الكتابه، كيجي لهنايا كيجمعوهم، كيقول راه ليميت وحده ليميت وحده راه نفس، راه هادي واحد بلس وهادي واحد موان وكيتخالفوا، كيجمعوهم كاش كيدير، كيجمعوهم بجوج ياك اكزومبل، كيجمعوهم بحال هكا صافي، بحال هكا ليميت وحده ناقص واحد، كيجي لهنا كيقول لك هادي تمشي مع هادي ياك، الناقص مع الناقص تعطينا ناقص جوج، دونك ناقص جوج وكيخرج ناقص، كيقول لك صحيحه صافي. دونك حتى هذا خطأ كيوقعوا فيه الطلب. الوغ نمحيو دابا، شفنا تقريبا جميع لوكا لي اللي غادي نقراو في لانتيغرال جينيراليزي. الحصه في الحصه الجايه ان شاء الله غادي نشوفوا الخصائص، الخصائص سي سامبلومون، وهاد الخصائص هما اللي مهمين في لانتيغرال جينيراليزي سي بيان. الوغ كاين بعض الكتابات اللي يقدر يخلط لك، يخلط لك يخلط لك الحاله الاولى اللي درنا في الحصه في الفيديو الاول، الفيديو الفايت، وهذه الحاله الثانيه كيفاش يقدر انه يعطيك لاند سوا اكزومبل سوا اف مفتوح من ا حتى البلوس لانفيني، يعني خاط لك الحاله الاولى اللي فيها لانفيني، والحاله الثانيه انه ما معرفاش في واحد البوان ا صافي، دونك ار كونتيني. كيفاش نتعاملوا مع هذه؟ شي سامبل مو شي حاجه بسيطه، عندنا هذه بلوس لانفيني ا اف دو اكس دي دو اكس اش كتساوي، ديما كندخل واحد العنصر كنديرو بورتو سي ابارتونو ا ار، كيما كنسير ابارتونو ا ار المهم تكون ما بين ا و بي صافي، وغادي نحاولو اننا نحطوها سي سامبلومون، غادي نجيو نعوضو، دونك نحطو ا ونحطو سي اف دو اكس دي دو اكس بلوس لانتيغرال نتاع سي بلوس لانفيني اف دو اكس دي دو اكس سي تري بيان. كيما لاحظتوا ان هذه انتيغرال هو ليكزومبل اللي عندنا هنايا اللي عندنا في الاول صافي، كدير نفس الحاجه، ما عرفاش في بوان ا ما عرفاش في بوان ا، كدير ليميت ديال تي كتمشي لا بلوس. وهذه الحاله الثانيه وهي الحاله اللي شفنا
ما عرفها في بوم ما عرفهاش او بلوس لا فيني دي شفنا في الحصه الفايته شي سامبلومون تقدر انك دير لها بحال هكا صافي تقدر يعطيك موان موان بي اكسيتيرا نفس الكتابه اكسيتيرا صافي. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو الثالث اللي غادي يكون عباره على خصائص وهو مهم بزاف باش نعرفوا واش هاد حيت كيقول لكم مونتريك ان الانتيغرال انه كونفيرج ولا ديفيرج صافي صافي. الا قال كالكولي لو انتيغرال ديالك كتحسب له الانتيغرال بهاد لي ميثود اللي درنا في الحصه اللي فاتت والحصه الجايه كتلقى النتيجه. الا لقيتيها ابارتي ار كتقول له انه كونفيرج. الا لقيتيها في لانفيني ولا نو با ليميت كنقول ديفيرج سي بيان. الوغ الحاله الثانيه الفيديو الاخر ان شاء الله اللي غنديرو هو الثالث غادي يكون عباره على فوقاش كنبينوها كونفيرج ولا ديفيرج. ما كيقولكش كالكول كيقولك مونطري انها كونفيرجون ولا ديفيرجون. دونك كتخدم بعض لي بروبريتي اللي غادي نشوفو الحصه الجايه. الوغ نتمناكم حد موفق في الدراسه ديالكم ونتلاقاو ان شاء الله في الحصه الجايه ان شاء الله بالنسبه لانتيغرال جينيراليزي.